مشاهدي لو 360 مرحبا بكم. نتواجد الآن في واحد الضيعة تبعد عن مدينة الداخلة ب 70 كيلومتر. هذه الضيعة الفلاحية الواقعة في قريبة جدلان هي تنتج في صحراء قاحلة الطماطم، هذه الطماطم التي تصدر إلى بلدان أوروبا وحتى إلى الولايات المتحدة. بقوا معنا تشاهدوا هذه الضيعة. الانتاج ديالنا كما قلت لك هو الطماطم الكرازيه اللي كتسمى لها طوماط كوكتيل، والعنقو ديال اللي كتسمى لها طوماط كوكتيل، والكرازيه اللي لا طوماط سوريز الونجي. دونك ديال مجموعه ديال واحد الانتاج اللي كنوصلوا تقريبا واحد 17000 طن ديال الطماطم، وتقريبا واحد 7000 طن ديال البطيخ الاخضر اللي سميتو الميلون شارونتي. الانتاج ديال هاد ديستيني ليكسبور من هذه المنطقة. هذه المنطقة كتمتاز بأجواء صحية ومناخ صحي لهذه المنتوجات اللي عندهم مزية كبيرة وعندهم قيمة كبيرة في السوق الأوروبي. نديروا هنا الإنتاج ديال طوماط كوكتيل، وبالاخص كناخذ واحد لافاريتي كيسابيل شيرين. كنتواجدوا في هذا البيت المغطاة اللي هو كيشكل واحد الجزء من الفيرما ككل، واللي المساحه ديالو 8.5 هكتار تقريبا. السيستم ديريغاسيون اللي كنستعملوا هنايا سيتي غوت اغوت. كنبداو الغرس تقريبا لفان ديال شهر 7 حتى لفان ديال شهر 8، وكدوز هاد الغله بعده مراحل وتقنيات باش يمكن لينا ننتجو ما يقدر تقريبا واحد 150 حتى 160 طن الهكتار. دونك من بعد كنبقاو نجنيو، كنبداو الجني ان شاء الله الرحمن الرحيم كنبداوه ابخي 50 يوم من الغرس ديال هاد الغله هذه. 50 يوم وكنبقاو نجنيو الجو تقريبا حتى لفان دو موا 6 وكيبدا لا رشاش. دونك باش نبريباريو ان شاء الله الرحمن الرحيم العام الجاي. المنبع ديال الماء كاين هنا كيسابيل فوراج، كيتراوح العمق ديالو تقريبا واحد 600 متر. كاينه اي بومب ايميرجيك هي اللي كتجبد لينا الماء باش كنحاولوا نديرو في واحد الباسان اللي هو كبير. ابخي من الباسان كيتانجيكت هنا الغله افيك لي زونغري بيان سور. كما كنقولوا حنا كنقولوا لوسي ديال الماء هنا كيكون طالع شويه، دونك كيوصل 2.7 تقريبا، ولكن هو جد مناسب لهذا الغله اللي كنديروا. بالنسبه لهاد الزوج عنقود ديال الطماطم اللي كنشوفوا يعني وجدوا للجني، خصهم يتجناو ويترسلوا لا ستاسيون دومبالاج بور اكسبورتي. فوالا، دونك كيتراوح تقريبا العدد في العنقود الواحد ما بين 12 حتى 16 بارفو حتى 20، وكطيب كلها كتلقى فيها واحد الطياب اللي هو اوموجين، ما كتكونش مثلا حمراء هنا وخضراء هنا. دونك كما كتشوفوا كاين طياب اوموجين من الاولى حتى الاخرى، وهذا الشيء بعد ما كيدوز التلقيح ديالها مزيان، وبعد واحد لا فيرتيليزاسيون اللي كنعطيو لهاد الشجره بطبيعه الحال، والادويه اللي كنحتاجوها ضد بعض لي زينمي اللي كيكونوا ضد هاد الغله هادي لي بارازيت. فوالا، كطيب مطيشه بحال ما هكا كنجني وكنستفو، كنقادو تستيفا، كنطيو الخضره كنستفو مزيان. مثلا الصندوق كنقدوه ايوا، كان من بعد كنعمروا الكروسه كنخرجوها كنمونطيوها لهي في الباليط. خلاص الباليط راه كتخرج على برا، كيجي مول الباليط كيديها. الصندوق كيدي 13 كيلو بحال هكاك. علاش تحيدوا هاد الاوراق هاد الورق هاد ديال الطماطم؟ هاد الوراق كيتحيدوا قد ما كتكبر، قد ما الوراق تحتانيين كيتحيدوا باش نتجنبوا منها انيمال غادي فيهم، وباش هذاك نبوكي ديما يبقى طيب. ديما واحد البرانسيب ديال 140 ديال الورق يبقى ديما. بالنسبه لهاد المحل هاد الطماطم اللي تنشاهدوها انها طابت صافي قريبه
دابا هاد الماطيش اللي كتشوف راه دابا هادوك جوج بوكيات تحتانيين ديما راه طايبين دابا خصهم يمشيو خصهم يتحيدوا. بالنسبه للادويه ضد الحشرات ولصالح الصحه ديال المنتوج كيفاش تتعاملوا معها؟ بالنسبه للادويه كنشوفوا لي زينمي اللي كيكونوا عندنا في هاد الغله هذه، وابرز لي زينمي اللي كاين هنا تقريبا كاين الحشرات، واحد الحشره كتسمى توتا ابسوليتا، كاين الدبابة البيضاء، الى جانب هذا كاين لي زكريان. لا واش تحرموا الدوزاج؟ واش تحترموا بالنسبه للادوز ديال الدواء اللي كندوزو ضروري تحترم، الى جانب الاحترام ديال الدوزاج ضروري تحترم يعني ما يسمى بالودار لا ديوري افون ريكولت. دونك خصك تحترم كل دواء، كاين اللي كيكون فيه 3 ايام، كاين اللي كيكون فيه سيمانه اكسيتيرا، ضروري جدا باش نحترموا هاد المده هذه عاد يمكن لينا نجنيو ونصيفطوا السلعه ديالنا للاستاسيون. تيكون ديزاناليز من بعد باش تكون سلامه وصحه هاد المنتوج. بطبيعه الحال كيكونوا ديزاناليز من بعد ما كتمشي في الفريغو باش تمشي للكونسوماتور، كيداو لي زاناليز هكا باش كيكتشفوا واش داويتي ما احترمتيش ولا احترمتي ديك يمكن لك تاكل شي وحده منها. اييه مرحبا. السلعة كنماركيوها في لوجور ديالها باش كتكون خاضعة لمجموعة ديال القوانين اللي تابعة للجروب ديالنا اللي هو روزا فلور، بأن أي سلعة كتخرج كنديروا لها لادات ديالها ريالمون اللي كتكون تابعة باش كيحترموها هما، بأن أي سلعة مشات من هاد الضيعة هادي كتكون خاضعة لمجموعة ديال لي كود، مجموعة ديال المعايير اللي باش كيحترموها الناس اللي كيصدروها لبرا اللي تابعة للإكسبور. دابا غنشارجي ماطيشة من هنا غنديها لأكادير إن شاء الله، كنشارجيو البرتغال، نشارجيو لإسبانيا، نشارجيو لفرنسا. شحال عندك من طن هنا؟ كنشارجيو داكشي قانوني. شحال؟ كنشارجيو 24 26 طن، هادشي اللي كنشارجيو.